هنقيس دلوقتي الـ disintegration time بتاع زي الكبسولز، هنشوف احنا هنعملها ازاي. جهاز disintegration بنظبطه عند درجة حرارة 37 عشان الميديم يبقى قريب ميديم اللي جوه الجسم يعني. هنحط الكبسولز دلوقتي في التيوبس اللي عندنا ونبتدي نقيس ايه التايم بتاعها. الجهاز طبعا بيطلع وينزل زي ما احنا شايفين عشان نبتدي نعمل disintegration للكبسولز اللي عندنا. طبعا احنا مش هنستنى حتى طبعا الكبسولز اللي بنعملها disintegration عشان هي ممكن تقعد up to 15 minutes. ف بوريكم بس الفكرة يعني. خلاص.